يعني يقول قبل كنا نقول الحسين ليش اختار العراق؟ ليش اختار ان يدفن عند العراقيين؟ والله يعني باذني سمعت. يقول لكن من نشوف ركضة طويريد يوم العاشر، ومن نشوف المجالس هاي الفضائيات تنقل كل عراق 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 مع البلاء اللي على العراقيين، وما مرتاحين في حياتهم، يا ريت مرتاحين، لا عايشين في قمة البلاء من يوم واحد محرم إلى 20 صفر. للطبخ يوقف، للعزاء يوقف، للطم يوقف، للشعائر توقف، انباوح هاي الملايين تركض ركضة طويريج تهرول. ها يقول عرفنا ليش الإمام اختار العراق واختار هاي الناس، وبالفعل إلى يوم 40 أهل العراق أبدا لا يتوقف ذكر الحسين والعزاء على الحسين والعطاء للحسين. الله يتقبل منهم إن شاء الله ببركة الصلاة على محمد وآل محمد.